صباحكم الله بالخير. اليوم الإسنابة هذه خاصة بشعب عمان الحبيب، شكرا من القلب لكل أهل عمان اللي عزام واللي وجهنا حبل على الخاص على الإسناب واللي أعطانا إرشادات واللي استقبلنا. يا رجل شعب لم أجد ألطف من هالشعب، لفيت في العالم كثير ما رأيت مثل هالشعب في لطفه وحبه للسعوديين بالذات. يعني مجرد ما أشوف اللوحات السعودية يوقفونها في الشارع ويعزمون في كل مكان. أبغى أوريكم اليوم عمان بعدسة أهل عمان. تعرفت على واحد من الشباب اسمه أحمد العبري، من أفضل الحسابات هناك، وهو ناشط وله مكانته الاجتماعية الكبيرة في البلد. فهو ناشط في السوشيال ميديا ويعرض كل جميل من نزوة وغيرها، بحط لكم حسابه. شكرا يا أهل عمان، شكرا على الطيب، شكرا على الكرم، شكرا على الاستقبال. اللي مزار عمان ويبغى يستمتع يزورها. الأفضل أنك تأخذ سيارتك بالذات حين سعوديين قريب عساس تستمتع بكل سنتي فيها، وإذا ما حبيت فهناك سيارات إيجار. تحياتي لكم أيها الشعب العماني العظيم. سلام سلام.